اهلا وسهلا بكم حبايب قلبي في فيديو جديد في القناة. وقبل ما ابدا الفيديو انزل تحت واضغط لايك، والذي ما اشترك في القناة يشترك، وخليكم مع الفيديو. يا حمزة، حمزة، واو، هذا ما تشتي وينك؟ ليش بين اصيح لك ما بتجاوبش؟ لا تصيح، انا كنت داخل اهو عاد فوق. قال اصيح هكذا، انا صايم. احنا كلنا صايمين ولا ما بلا انت صايم؟ جايز افتح الكفاك. انا داين انت صايم، لكن انا صايم من امس. ايوه، يعني واحنا من اي حين صايمين؟ خلاص نايم عاد فوق. خلاص نايم. والله لو ما انا صايم لو معلقه عرض الجد. هيا ادخل، ادخل ديرك حقي، ادخل ادخل. اياه عاد ابشرني. هذا كل حاجة ساعد الهوت. يا محمد، يا محمود، أنا هذا بيصير، هذا بيصير منهم. يا محمد، أهلا وسهلا أخي هيثم، مدي مفعل. حياك يا أخي، أنا جيت لعندك أشتي منك شيء. تفضل يا أخي، من عيوني إن شاء الله إن ننفعك. أنا جيت يا أخي أشتي منك حاجة مع البنت الصغيرة مريم، وشك تسلفني زلطة تصير عالجها، ولما يدي الله عمل أدرد زلطك. إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب كم تشتي؟ 20,000 بس، وأنا لو ما اشتغل عاد أديها لك. حسبي الله بس. طيب تمام، ولا يهمك، أدي لك 20,000. هي ما كان عاد بالله في الجيب. تفضل يا اخي. سلام يا اخي، والله ما حد يسالك هذا المعروف طول عمري. عادي عادي يا اخي، احنا اخوة، الله المستعان. يلا خاطرك في امان الله. الله معك، الله معك في امان الله. خاطرك في امان الله. حسبي الله ونعم الوكيل. من هذا الذي يصيح لك؟ هذا صاحبي يشتينا سلف 20,000. وانت سلفت الصاح؟ ايوه سلفت، هذا صاحبي وبعدين هو طيب. فرح ناسك انه طيب. ليش؟ لانه وقت الصدق والله ما تلقاه. لا لا، هذا صاحبي وبعدين اعرفه انه انسان طيب وما عيفلتني في وقت الصدق. يلا انا مصير صاحبك هذا الطيب. وبعدين ايش دخلك انت؟ هذا صاحبي وانا داري به. انت ما هو الذي بياكلك؟ سر من قدامي وخليني اكمل سامي. يلا طيب حاضر. اما انا الشنب مفطر في ذا الحين. هذا بيتصور لك من البلاد. تصور لنا البلاد؟ منهم؟ ايوه حيا بك يا محمد حيا، وانا اتصل كلك الله على مد اقول لك ان ابوك مري. ايش بتقول؟ ابي مري ايش في؟ ما بالله طلعت له حبابه هنا رغبتها وقالوا انها سرطه. ايش من سرطه؟ انت معك عقد وبعدها فعلتوا له فحوصات، فعلتوا له اشعه، فعلتوا له اي شيء، ولا هكذا من راسك؟ ما قد عملنا له فحوصات، لكن كل اصحاب البلاد اللي طلعت لهم ذا المرمه قالوا لنا سرطة. حسبي الله ونعم الوكيل بس. وذا الحين ايش يفعلوا له؟ ذا الحين احنا نشيل نفعل لك الشافه. مجاز يبعد ذي الورم ويشتوا بقاش. طيب كم يحتاجوا زلط؟ ذا الحين هم يشوا 100,000 علشان يعملوا له اللازم، وبعدين مدري ما شو يعملوا. طيب طيب حاضر، ان شاء الله احاول ادبر ال 100,000 هذا وارسلها لك. انا الله وانا لا يراجعون بس، ولا يهمك لا ارسلها لك. يلا سابر في امان الله. في امان الله، الله معك. يا الله، الحين منين ادبر به هذا الزلط؟ معي الا 20,000 داخله، منين عاد ادبر له 80,000؟ سلام صاحبك الطيب. ليش؟ الذي سلفت الزلط وخلاه يسلفك. والله انه صدقك واجا وقته. حيصير عند صاحبي هيثم وخليه يسلفني زلط، انا محتاج مفعل معي مرض. خاطرك، أشير أخلي ديريزات وأرجع.
يا هيثم اهلا وسهلا يا اخي محمد، تفضل. تسلم يا اخي، انا ما اجي الا اشتي منك حاجه. ايش تشتي؟ اشتي منك تسلفني زلط. اتصلوا لي من البلاد قالوا لي نبي تعب ويحتاج فلوسات وكشافه، واشتي منك شويه زلط تسلفني. انا لله وانا اليه راجعون. صدق ما في جيب اخوك ولا ريال، ولا كنت شدي لك كم اشتكت. يعني متاكد؟ متاكد ما بش معاك؟ ايوه ما بيش معي، ولا ما كنت رديتك الله المستعان. سابر سابر يا اخي، تسلم الله يحفظك. تفضل عندي مالك. لك العافية. تفضل. شيني افلفت كرام على الله، خارجت اللي عندي ورجع سلف ورجع لأحب على حاجة. مال بيبكي؟ يعلم الله ما لا خطب سر مال. مالك يا بطل؟ ايش فيك يا اخي؟ الله شو هذا؟ تكلم، ايش فيك يا اخي؟ مالك؟ احتمال اقدر انفعك. متاكد انك هتساعدني؟ اكيد والله، لو بيدي استطاعة لا اساعدك، ولا يهمك، انت تتكلم بس. هبلة طلعت لي ورا من المرة الأول، قلت اشتي سر بعدها وطلبوا مني زلط، وبعدها قلت عادي، جلست بعد فترة ورجعت وجاني. ايوه وبعدين؟ وبعدين قالوا الدكاترة ضروري نبعدها وبعدتها. حسبي الله ونعم الوكيل. ايوه وذا الحين ليش بتبكي؟ بنبكي لان الورم نفسه طلع لي في الرجل الثانية، واذا ما بعت الورمة اليوم ارجع اقطعها بعد الرجل الاولى. ايوه وانت ليش ما تصير تبعد الورمة؟ ما بش معي زر التكاليف العملية. ليش كم عتكلف العملية؟ تكلف 40,000. 40,000؟ كيف نسوي؟ من لها 20,000. طيب قم نسير المستشفى وعي خارج الله هي. يعني هتعالجني انت على حسابك؟ ايوه عاد اعالجك والله، لو ابيع العزي ولا يهمك الا اعالجك. قم. طيب تمام. يلا يا السلام عليكم يا عمدي، كيف انت؟ هلا وسهلا، تفضل تفضل. شوف يا عمدي، في معي واحد مريض فيه ورمه في رجله، تمام؟ مشينا فعلها العمليه عندهم. ايوه. بس ايش تعرف كم حتكلف العمليه؟ العمليه تكلف الى حدود 40,000 مع التخفيض. 40,000 يا عمدي، بس انت داري هذا المريض يعني حاله التعب وما بيش معه حد يوقف معه. ايوه. شوف يا عمدي، معي نص المبلغ، 120,000. شديها لك تفعلوا للرجال العمليه يا عمدي، انت داري شهر رمضان. والصدقة في شهر رمضان أجرها عظيم، والرجال ما بيش معه أحد، يا مدير أنا لا فاعل خير هنا. والله ما أقول لك الله كل خير، تام المرض ما بيش أحد معه، عم تساعد معه بنص المبلغ. تسلم تسلم يا مدير، والله إنك شخص محترم، تستاهل ألف خير. الله يسلمك الله يسلمك، دخل ورقة هذا اللي عند الدكتور قبل ما يرجع. طيب حاضر حاضر يا مدير، ولا يهمك. الله يحفظك. السلام عليكم. يا حمزة، قد معنا تخفض من الأنبي؟ أوسع طبعا أنا سند مدخول في علاقة العملية. تسلم يا أخي تسلم. هيا تدخل ده الله عليك. هات تدخل تعلي هالعملية، هذا من عند أمدي. تفضل. يلا ورا الغالي. طيب أنا بريحان.
سلام سلام يا دكتور. سلام الله يحفظك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا اخي. شوف انا داري ما ان انا ما اعرفك وقفت معي في موقفي هذا. عادي عادي يا اخي، واي واحد كان مكاني كان عايزوي نفس الموقف. انت في شعب يمني، شعب طيب ويحب فعل الخير. اكيد يا اخي، وانا اسال الله ان يبعد عنك وعن قربائك كل مرض وكل ضيق يا رب. امين يا رب. يلا سامر يا اخي، تحتاج شيء ولا جي؟ انا جاهز. سلام الله ما تقصر. يلا حاضر في امان الله. من انا ادي 100,000 هذا ان انا ادبرها. اروح من خاين انا بس. كان عاد 120,000. كان هجم. الحين كيف افعل؟ صباح. من ادري؟ ما يا ولدي مالك؟ في واحد اجا يدورك. من هو هذا الواحد وايش يشتي؟ قال ان انت سلفته 100,000 قبل سنة. وجابها لي. قال امكنك. والله اني هي. الذي سلفت عادل الزلط قبل سنة وضحر ردها. الحمد لله فرجت من عنده يا الله ودبرت الزلط حق العلاج حقابي. دحين أقوم أتصل لهم للبلاد عشان أرسلهم بالزلط. أتصل لهم للبلاد أرسل لهم بالزلط ذا الحين. حيا بكم محمد. حيا والله أنك نقوم تشتصل لك الآن. أيوة فتحي، عاد ارسل لك الفلوس الان 100,000 وتشيلوا تعالجوا بي وتبصروا ما تفعلوا له ذا الهينه. لا عاد ارسل بالبقش ما عيشة ولا بقش. ايش قصدك لا عاد ارسل الفلوس؟ لكن ابي حصل له حاجه. لا لا ابوك ما بينش حاجه، عملنا له الفحوصات والكشافه والحبه ذيك اللي بينه طلعت قرض جمع سوايل ودينا له علاج والحمد لله بخير. انت متاكد ان ابي بخير وما بيشفي ولا حاجه؟ ايوه ايوه ولا بينا حاجه. انا عاد انا كنت اتصل لك وانت اتصل كلي. الحمد لله ربي يعطيه الصحه والعافيه طول العمر ان شاء الله. اسكسكه ادي له التليفون اكلم لو سمحت. اكلم شوي بس للحين مش انا عنده كما عاد قد انا عنده شو خله يتصل لك. يلا يلا سامر، اول ما يجي له عندك مكنه التليفون واتصلوا لي يا منى علشان اكلمه عشان اسمع صوته واطمن. سامر سامر ولا يهمك من عيني. تسلم تسلم يا أخي، في أمان الله. يلا يلا بأمان الله. الله معك. الحمد لله. إيش قال لك اللي بتصل؟ يا ولدي اتصلت لهم من البلاد والحمد لله قالوا إن الحبة الذي كان في يبي ما هي سرطان، هذا تجمع سوائل وصاروا لهم فحصوا عليه وطلع الحمد لله بخير. الحمد لله علم الله إيش فعلت ما ربي فرج عليك. أنا إيش فعلت؟ أكيد يا أخي، وأنا أسأل الله أن يبعد عنك وعن قربائك كل مرض وكل ضيق يا رب. أيوة والله إنها الصدقة الذي رفعت عن أبي المرض ورفعت عنها الضر وعني الهم والغم هذا كله. وإن الصدقة في مثل هذه الأيام يعني تنجي الآدمي من كل الهموم والغوم الذي في صدره. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ولدي. ولا الحين أنت تدخل أدي هذه الفلوس لأمك تمام وخليها تخبيها. يلا مسك دخل. يا الله من ايش هالجنون يا رب. محمود اسمع واحد بيصيح اقوم ابصر منه ان شاء الله يقع خير باذن الله. قوم ابصر منه. اهلا وسهلا بالصاحب الطيب يا خير ما تشتي. انا جيت لعندك يا اخي محمد وداري انك ما حتردني. ليش ايش تشتي خير؟ اشتي منك 20,000 سلف ضروري. يعني الان ضروري اديها لك الان ضروري؟ ايوه ايوه ضروري ضروري. طيب الان ابشر خلني حمزه يديها لك. ابشر يا حمزه يا حمزه. يعني انا اديها لك ضروري يا حمزه. اي اديها لك. ابا ما تشتي. بسر بسر هذا ما اشتي. قال لك اشتي 20,000 ضروري فهم معه. هذا صاحب الطيب ما هي ما هو ما تشتي. اشتي 20,000 ضروري
ادخل الديه دلعي حلك معايا.